السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. نتساءل فيها ماذا تعكس المظاهرات الصاخبة ليهود الفلاشة التي اندلعت في الكيان الصهيوني؟ لماذا يتهمون حكومة الاحتلال بالعنصرية والتمييز؟ ما مظاهر التمييز والعنصرية في الكيان الغاصب؟ وكيف تتعامل حكومة الاحتلال مع قضيتهم؟ أما في زهرة المدائن فنتابع آثار الحضارة العثمانية في مدينة القدس المحتلة، كما نشاهد في ذاكرة فلسطين اقتحام المسجد الأقصى المبارك عام 82 و900 و1000. فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، والتي نناقش فيها موضوعا غاية في الأهمية، وهو يتعلق بيهود الفلاشة والوعود الضائعة في كيان عنصري إحلالي غاصب. يقول رئيس قسم العمليات في المنظمة الصهيونية العالمية درور مورغ أن يهود فلاشة رغم استقدامهم إلى إسرائيل منذ سبعينيات القرن الماضي ما زالوا مطالبين بإثبات أنهم يهود، ويضيف يتم التشكيك من المجتمع الصهيوني أو الإسرائيلي إذا ما كانوا من الشعب اليهودي أصلا، وعليه ينبذون في عزلة عن المجتمع الإسرائيلي. يوضح أيضا أنه فور وصولهم إلى الكيان مباشرة حصل يهود الفلاشة على معاملة العمل كمهاجرين، ولم يعترف بهم كيهود إلا بعد عملية تحويل للديانة اليهودية لم تكن موجودة في حالة المهاجرين الآخرين الذين جاءوا من مناطق أخرى كما هو معروف. وأضاف عضو المنظمة الصهيونية العالمية بأننا نحن في إسرائيل لم نبذل جهودنا لمعرفة الجالية الإثيوبية على النحو الصحيح، تجاهلنا تماما عاداتهم والصعوبات الثقافية وصعوبات الهجرة التي تواجه المهاجرين بصفة عامة، ولم نسمح لهم بدخول المجتمع الإسرائيلي. لون بشرتهم لم يمر فوق أعيننا وكأننا لا نراهم، ومن ثم دفع يهود الفلاشة دفعوا إلى هوامش المجتمع الإسرائيلي. هذا موضوع في الحقيقة يستحق النقاش مع ضيفين عزيزين، هما الأستاذ تيسير سليمان المتخصص في الشأن الصهيوني، وكذلك مع الدكتور صالح النعامي الخبير في الشأن الصهيوني، والذي ينضم إلينا من مدينة غزة عبر الخط الهاتفي. أهلا وسهلا فيك أستاذ تيسير معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك. ورحب كذلك بالدكتور صالح، سعيدين بوجودك معنا في هذه الحلقة دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بك. اسمح لنا أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش بإذن الله. ذاب ثلج الأحلام وظهرت صخرة الواقع لأكثر من 120 ألف أثيوبي يشكلون 2% من سكان الكيان الصهيوني. قدموا إلى كيان العدو للعيش فيه، لكن سرعان ما اشتعلت شرارة الاقتتال الداخلي بعد أن تعارك شرطي صهيوني مع آخر أثيوبي انتهى بمقتل الأخير. فخرج المئات من المتظاهرين يشعلون الإطارات ويغلقون الشوارع ويحطمون ما يجدونه أمامهم في تعبير عن غضبهم من العنصرية المقيتة. آخر إحصائية تشير إلى سقوط عشرات المتظاهرين، جرحى بإصابات مختلفة، إضافة إلى عشرات المعتقلين
وما تزال حالة الغضب قائمة لدى فئة يعدهم الكيان الصهيوني من الدرجة الثانية، ولا حق لهم أكثر مما حصلوا عليه كمرتزقة أو عبيد يعملون داخل كيان الاحتلال الصهيوني. هي بالأساس إشكالية في المجتمع الإسرائيلي ككل، أن الطبقية موجودة، التمييز العنصري بين فئات مختلفة من تشريح المجتمع الإسرائيلي، من هو يهودي إشكنازي، من هو يهودي إسفردي، من هو الحرديم يعني المتدين العلمانيين والمتدينين، عندهم إشكالية طبقية. حتى اليهود القادمين من دول أوروبا الشرقية لهم تعامل، اليهود القادمين من روسيا أيضا مضطهدين في داخل المجتمع الإسرائيلي، اليهود من شرق أوروبا أيضا مضطهدين عرقيا، اليهود من غرب أوروبا، اليهود من أمريكا لهم المكانات العليا، لهم التمييز، لهم الأفضلية في المجتمع الإسرائيلي. تعود أسباب الاحتقان والغليان الواضح لدى يهود الفلاشة ذوي الأصل الأثيوبي إلى تعامل كيان العدو معهم بعنصرية واضحة، حيث أنه يمنع أطفال الفلاشة من دخول غالبية مدارسه ومؤسساته التعليمية والصحية، بل ذهبت العنصرية الصهيونية إلى إتلاف عشرات وحدات الدم التي تبرع بها يهود الفلاشة بذريعة أنها ملوثة، ما يثير النزعة العرقية العنصرية التي غضت حكومة الاحتلال الطرف عنها لسنوات طويلة. وقد جاءت الفرصة السانحة بحسب وصف الفلاشة لتغيير الواقع المذل إلى أفضل من ذلك من خلال استمرار الضغط وزيادة التوتر في الشارع والإعلان عن عصيان مدني وعسكري يجتاح الداخل المحتل. عملية التهميش القائمة في استيعابهم داخل هذه المؤسسات والنظرة إليهم من ناحية اللون والجلد والتعامل الخشن للشرطة الإسرائيلية معهم، والذي أدى إلى مقتل الإسرائيلي الذي سبب كل هذه الحالة من المظاهرات، وقبله كان هناك عمليات قتل متعددة بلغ عددها 12 عملية قتل من قبل الشرطة الإسرائيلية في شجارات عادية تحدث في الشوارع الإسرائيلية. ما يثير حالة القلق الصهيوني هو تشتت الجهود وفلتان زمام أمور الأمن الداخلي في وقت بات كيان العدو بأمس الحاجة للاستعداد والجاهزية للتفرغ لمواجهة التحديات التي تواجه أمنه الخارجي، في حين أن ضبابية المشهد الصهيوني الداخلي يجعل من الصعوبة بمكان التكهن إلى أين سيذهب الوضع الداخلي وإلى أي وجهة ستتجه كرة اللهب المتدحرجة وفي أي مربع ستتوقف. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. يهود الفلاشة وعود ضائعة في كيان عنصري. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ تيسير سليمان والدكتور صالح النعامي. أهلا بكم من جديد. اسمح لي أستاذ تيسير أن أبدأ مع دكتور صالح استثمارا لوجوده معنا في الوقت القصير المتبقي من وقته. دكتور صالح، يعني ربما لا يعرف بعض المشاهدين ما المقصود بيهود الفلاشة، ولذلك نود أن نتعرف من خلالكم على هذا الصنف من اليهود بين مزدوجين، بالإضافة لما يحدث الآن من المظاهرات في الكيان الصهيوني. لماذا تحصل هذه المظاهرات؟ يعني بداية يهود الفلاشة هم جزء من قبائل تدعي الكيان الصهيوني أنهم ينتمون إلى ما يعرف بالمجموعة اليهودية، وهؤلاء يقطنون شمال أثيوبيا. الآن هذا أول موجة من موجة تهجير اليهود الفلاشة إلى فلسطين المحتلة 48، تم في عملية شلومو أو عملية التي نفذها جهاز الموساد بالتعاون مع المنظمة مع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، وللأسف أيضا بتعاون وبتواطؤ من نظام الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري. الآن وثم تلت بعد تقريبا 7 سنوات أيضا موجة تهجير أخرى، وبعد ذلك موجات تهجير بسيطة لهؤلاء الفلاشة. الآن موضوع هذا يعني احتجاجات اليهود الفلاشة في السياق التاريخي لا تعد مفاجأة، اعتبار أن الكيان الصهيوني أصلا تأسس على أساس أنه امتداد للحضارة الغربية، وهم أصلا لم يفكروا في الحركة الصهيونية، لم تفكر في جلب اليهود الشرقيين من الدول العربية إلا بعدما تم ما تم في بان الحرب العالمية الثانية وما تعرض له اليهود
حيث تبين بأنه بدون جلب هؤلاء اليهود فليس بإمكان الكيان الصهيوني الصمود من الناحية الديموغرافية. وبالتالي هذه الحركة الصهيونية وبعد ذلك إسرائيل تتعاطى مع هؤلاء كاحتياط بشري لمساعدتها على تحقيق أهدافها في كل ما يتعلق بالتوسع على الأرض، على حسم ومواجهة المقاومة، مقاومة الشعب الفلسطيني. لكن هذا لم يكن موجود في السبعينيات والتسعينيات القرن الماضي، لماذا أصروا على إحضار هؤلاء الفلاشة إذن؟ لا أن إذا كانت تقصد مثلا هذه الاحتجاجات يعني سبق في العام 1957 حدثت احتجاجات تعد أكبر بكثير من احتجاجات الفلاشة، كانت فيما يعرف باحتجاجات وادي الصليب في منطقة حيفا، وطبعا كانت هذه من نصيب كان يقام بها اليهود الشرقيين وتحديدا من القادمين من اليمن ومن العراق. وبالتالي هذا النمط من السلوك الاحتجاجي هو نمط معتاد. طبعا لا ننسى الموضوع حركة الفهود السود والتي دشنت أواخر ستينات القرن الماضي ومطلع سبعينات القرن الماضي بهدف مقاومة ما يعرف بالغبن الذي تعرض له هذا الشخص. وبالتالي هذا مثل في احتجاجات الجماهيرية على أسس الرفض التعاطي العنصر على خلفية عرقية، هذا له تاريخ في الكيان الصهيوني. الآن السؤال يتعلق بالفلاشة، أنا هنا فقط أريد أن يعني أنا لا أتفق مع أولئك الذين يعتقدون أنه هذا سيمثل حدثا تأسيسيا في تاريخ الكيان الصهيوني، على اعتبار بأنه الكيان الصهيوني بإمكانه أن يحتوي هذه الاحتجاجات. طبعا لا ننسى أن اليهود الفلاشة رغم كل ما قيل هم يعني يلعبون دور أساسي في مس الجهد الأمني الصهيوني في مواجهة الشعب الفلسطيني. على سبيل المثال نسبة كبيرة من أبناء هؤلاء ينضمون لقوات حرس الحدود التي يعني كما تعلم يعني تقوم بدور كبير في القمع، قمع الفلسطيني تحديدا في منطقة القدس، منطقة الخليل، في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. وبالتالي هؤلاء ما كانت الدعاية الصهيونية بإمكانها أن تستوعب هذا الأمر. وفي تقديري بعد انتهاء هذه الموجة أنا تقديري أنه الكيان الصهيوني بصدد إعداد خطط لاحتواء هذا الأمر، لأنه مؤشرات هذا الأمر كانت بالنسبة له خطيرة، سيما بأنه مكامن الاحتجاج. طبعا الكيان الصهيوني ليس بوسعه معالجة التعاطي العنصري، لأن هذا التعاطي العنصري هو ينبع من صميم تشكيلة الوعي الصهيوني فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، وحتى من الشرقيين الذين كانوا في يوم من الأيام عرضة للتمييز أيضا، هؤلاء أيضا يميز يعني يتعاطون باستعلاء مع اليهود الفلاشة. ولكن أنا في تقديري هم يعني سيعمدون إلى معالجة الأمور بشكل اقتصادي، سيما فيما يتعلق ب المناطق التي يتكدس بها اليهود الشرقيين في الأحياء الشعبية الفقيرة في منطقة عسقلان، تحديدا نتيبوت، منطقة رمات جان، منطقة الأحياء الجنوبية من تل أبيب، كل هذه المناطق. ويمكن حتى يجدوا علاجا معالجة أخرى يعني تكرر. دعنا دكتور من فضلك نؤجل الحديث عن العلاج المتعلق بهذه المسألة بعد قليل، وأرجو أن تبقى معنا. أستاذ سيسير، يعني ما تفضل به الدكتور كلام مهم أعطانا إطلالة عن هذا الموضوع. قبل أن ندخل في موضوع خطط الاحتلال لمعالجة الأمر وكذا، لماذا أساسا هذا النوع من التعامل بعنصرية مع هؤلاء؟ يعني لماذا الشرطة الإسرائيلية على سبيل المثال عندما يجد شخصا بهذا اللون، شخص أسود، يقوم بالتعامل معه بهذه الطريقة؟ لماذا لم تستطع دولة الاحتلال رغم ما سنته من بعض القوانين تطبيق هذه القوانين لدمجهم مع المجتمع، وظلوا فيما يشبه جيتو داخل هذا الجيتو الإسرائيلي الموجود، منعزلين عن المجتمع ولا يستطيعون أن ينخرطوا فيه بشكل جيد؟ تمام. بالبداية تحية لكم قناتكم جمهوركم الكريم. حقيقة في بعض المعلومات العامة عندما نعرفها تساعدنا في إعطاء الصورة الكاملة. الاحتلال الإسرائيلي لسنوات طويلة كان حريص على تحفيز أو جلب
كل من له علاقة باليهودية من أجل إعطاء شرعية لبقاء الاحتلال ووجود الكادر البشري الذي يريد أن يخدمه بمجالات مختلفة. بفترات ما كان جزء منها حالة من الاستعراض الأمني، أي أن الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن أجهزتنا تحارس على اليهود في العالم ونحن نمثل اليهود في العالم، وبناء عليها يجب أن نقوم بعمليات بطولية. لذلك كان جزء منها استعراضي للموساد، وجزء منها محاولة إحياء أن كل من يريد أن يجد مكانا يحمي نفسه فنحن موجودين لننقذه. لذلك أنا سألت الدكتور عن لماذا يعني فعلوا ذلك بعد الحرب العالمية الثانية تمام، ولكن في السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لم يكن هناك ما يدفع إلى جزء منه. وأيضا إذا درسنا تاريخ الحركة الصهيونية ببعض التفاصيل، هم من قاموا بتنفيذ عمليات ضد المصريين في مصر وضد المصريين في العراق من أجل تحفيزهم على سرعة الهروب، أي أنكم سوف تقتلون إن لم تأتوا إلى هذه الدولة الواعدة التي تمثلكم. لكن إذا نظرنا أيضا إلى التعامل فيها، وأنا بحثت خلال الأيام الماضية جزء من فهم حالة المجتمع الإسرائيلي بالتعامل مع الأثيوبيين. أخي الكريم، الأثيوبي إذا جاز التعبير أنا رأيته في فلسطين هو حرس حدود، هو الذي يقمع، رأيته سجان، هو الذي يغلق ويضعني في العزل الانفرادي، فأستخدم باستخدامات التي قذرة لاستخدامات، وأستخدم باستخدامات الخدمات العامة والمواصلات وتنظيف شيء. نظرت وبدأت أبحث أعلى مرتبة حصل عليها عضو بالبرلمان بعد أن كان في حزبا متشددا، أصبحت أنظر وأبحث في السجل الدبلوماسي، وجدت أن هناك ممثلة أو سفيرة في أثيوبيا أصلها من هؤلاء. لكن إذا نظرنا إلى سلاح الطيران، إلى المخابرات العامة، إلى الموساد، هل نتكلم عن وزارة؟ أنا أعتقد أنهم لم يستطيعوا أن يدخلون بهذه الدائرة لأسباب. أول شيء النظرة العامة لليهود الأوروبيين أنهم هم الفئة التي بنت الدولة وأنهم هم أولى. ثاني شيء النظرة الدينية الداخلية، وكما قالت المحكمة الشرعية بعام 2007 مش يهود يعني؟ أن أغلبية من جاءوا من روسيا ليسوا يهود، فكيف بهؤلاء الذين لم يثبت فيهم؟ فالحقيقة هناك نظرة دينية مش قومية دينية داخل المجتمع تنظر لهم أنهم بدون، وأصلا لسنوات طويلة استخدموا في استخدام عام. هلأ بالصورة العامة لمثالك أو لسؤالك، هل نحن نتكلم عن فكرة مستهدفة ضد هؤلاء؟ هل استخدموا بالقوة ضد هؤلاء؟ لا، يجب أن نفهم ماذا قيل الكثير عن حرس الحدود. بعض الجنود، بعض السياسة وبعض المفكرين تكلموا عن الجنود بعبارات واضحة، قال نرسل الجندي إلى مناطق الضفة الغربية فيعود لنا من المتوحشين. فأصبحت طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع أي احتجاج بالطريقة المفرطة بالقوة واستخدامه، وهذا ما حدث أنه قتل وبدأ المحكمة تبرئ فيه لأنه يدافع عن نفسه فأصبحت هناك احتجاج. لكن بالصورة العامة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تميل إلى استخدام العنف، أكان مع الفلسطيني بالدرجة الأولى أو أكان مع الذي يخرج إلينا. تاريخ الحركة الصهيونية بتجاربه بداخل فلسطين عندما تصدوا إلى اليمنيين وإلى المظاهرات العربية، حتى بعضهم تصدى إلى اليساريين منهم الذين كانوا يدافع عن فكرة إعطاء بعض الحقوق للفلسطينيين، ورأينا ماذا فعلوا بالفلسطينيين. فالجندي الإسرائيلي بما كنت التعبئة تبعه الدولية ضد الفلسطيني أصبح عبارة عن وحش، كما قالت أحد أعضاء الكنيسة الإسرائيلي، هذا عندما ترك على بين قوسين اليهودي الفلاشة أصبح يضرب ويش، وهذا مما أجج الاحتجاجات. أنا الذي أريد أن أبني في الوعي العام هي حركة احتجاج على ظلم يمارسونه ضد بعضهم البعض، لكن بالثقافة الإسرائيلية البأس بينهم شديد والحالة دائما تنافرية بينهم، لكن بالمجتمع العام الإسرائيلي لا ينظرون لهؤلاء أنهم يهود، ولا ينظرون أنهم امتداد لليهودية، ولا ينظرون أيضا أن هؤلاء هو نموذج للمجتمع، هذون ينظرونهم أنهم جزء اللي يخدمونهم ليساعدوهم فرض عليهم. وتاريخيا عندما ألقي دمائهم في المزابل كانت جزء من حالة النظرة العامة أن نحن لا نصلح أن نكون حتى متبرعين بالدماء. هذه كمان نقطة مهمة جدا. دكتور صالح، حتى لا نطيل عليكم، كيف يؤثر ذلك على صورة الكيان الإسرائيلي الذي يدعي الديمقراطية وأنه واحد حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية والإسلامية؟ يا سيدي، أنت تدلل على أن هذا الكيان غير ديمقراطي وغير ولا يرى حقوق الإنسان، فلا تحتاج إلى ما يقوم الإشارة إلى ما يقوم به ضد الفلاشة، وهو طبعا أمر هين جدا مقارنة مع ما يرتكبه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الذي تعرض للاحتلال.
وبالتالي يعني هذا بالعكس هم تم استغلال هذا الأمر وتم تقديم ما يمكن وصفه باستعابة شرطة بعد حادثة مقتل المستوطن الأثيوبي في منطقة حيفا، على أساس إنه هذه الشرطة وهذا الكيان لديه القدرة على استيعاب هذه الاحتجاجات ومراعاة مشاعر هؤلاء المحتجين إلى غير ذلك. لكن هو الطامة الكبرى ليست في ذلك، والمؤشر على اقتراب هذا الكيان عن أي قيمة ديمقراطية يتمثل في كونه كيانا إحلاليا يمارس الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. بالمناسبة أنا لست من أولئك الذين يراهنون على مسألة هذه الاحتجاجات في يعني في في في, في كل ما يتعلق ب ب ب ب يعني إساءة وجه الاحتلال مثلا من العرب ومن ناحية الفلسطينيين، على اعتبار أن هذا الكيان كما قلت لديه القدرة كما نجح في استيعاب الاحتجاجات الشرقيين في خمسينات القرن الماضي ستينات القرن الماضي وسبعينات القرن الماضي، بإمكانه أن يستوعب هذا الأمر الذي يفجر الانقسامات الداخلية. ثبت تاريخيا هو مقاومة الشعب الفلسطيني، مقاومة الأمة العربية، ومقاومة الأمة الإسلامية. هذه المقاومة والممانعة هي التي بالإمكان أن تفرز محاور انقسام داخلية، بالإمكان أن تؤثر على الكيان الصهيوني وقدرته على مواجهة الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين. وأنا فقط أريد أن أذكر هنا بأن الاحتجاج المظاهر الاحتجاج على الاحتلال كما تمثل في انطلاق نساء بالسواد في أثناء كحركة احتجاج ضد الاحتلال كانت في الانتفاضة الأولى كما هو معروف. أيضا كمان نساء بالأخضر كانت بعد أثناء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وما ترافق به مع خسائر كبيرة في لجنوب الاحتلال. وبالتالي يعني أنا لاحظت أنه هناك اهتمام عربي بهذا الموضوع ومراهنة وكذا وكذا، ولكن أنا في تقديري هذه المظاهر ليست بديلا عن وجود فعل عربي فلسطيني إسلامي هو الوحيد الذي بإمكانه أن يؤثر ويراكم التناقضات الإسرائيلية الداخلية، وليس ما يقوم به هؤلاء المستوطنين الصهاينة الأثيوبيين من احتجاجات. أنا بتقديري هذا الكيان لديه القدرة وعلى استيعابها في الوقت المناسب والتعاطي معها وتجاوزها. نعم، أشكرك جزيلا دكتور صالح نعامي خبير في الشأن الصهيوني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة. أستاذ سيسير، يعني قضية تعامل الاحتلال أقصد الحكومة مع هذا، هي خلال عقود طويلة لم تستطع بالفعل أن تحدث نوع من قبول باقي المجتمع، الكتلة الكبرى الصلبة في المجتمع فيما يسمى بالمجتمع الإسرائيلي مع هؤلاء الفلاشة الذين يعني لا يزيد عددهم عن ربما 150 ألف مستوطن. صحيح أنه ممكن يحل المشكلة الآن، يوقف المظاهرات، يوجد معالجات معينة، لكن هذا لا يحل المشكلة الرئيسية في عدم قبول المجتمع لهم. طبيعي. ومثال آخر معاكس لهم الحجم الروسي الذي هاجر بعد عام 1991 وانهيار الاتحاد السوفيتي، استطاع أن يفرض نفسه كجسما له مكانته وله أيضا سلبياته إنجاز التعبير، وله لغته وله إذاعاته وله ممثلين في الكنيسة. لماذا؟ لأن نحن نتكلم عن كتلة ضعيفة تعليميا، ضعيفة رأسماليا، تقصد الفلاشة. نعم. ضعيفة بالأماكن اللي سكنتهم وهي مناطق جنوب تل أبيب وهي تعتبر المناطق الأكثر فقرا، بالعكس بالمقابل إلى المجتمع الروسي الذي جاء والذي كما قلت لك سابقا المحكمة الشرعية بالداخلية الإسرائيلية
بمراجعات رسمية قالت أن 45% منهم ليس يهودا أصلا، ربما مسيحيين كانوا. على شو معتمدين؟ على الدي أن أي مثلا؟ بناء على وثائق ومراجعات ومسألة تحقيقية استمرت لسنوات، كان رئيس حركة شاس يدير العملية وقال أن هؤلاء ليسوا، لكنهم المجتمع الإسرائيلي يحتاج إلى الكادر البشري، فاستوعبوا واستوعبوا أصبحوا، وما زالوا يأكلون الخنزير وما زالوا كل شيء بمنظومة عام. الذي أريد أن أوضحه أن الجانب الرئيسي بعدم استيعاب هؤلاء أنهم لا يشكلون وزنا قويا بالمجتمع الإسرائيلي، أكثر ما وصل إليه عضو في البرلمان من قائمة إسرائيل بيتينو، أكثر ما وصله بالتمثيل الخارجي ممثل في دولته اللي هي أثيوبيا، بمنظومة الجيش ومن جسم للرادع. وأنا أضرب مثالا للتشبيه بهذا، في بعام 2005 كنا في إحدى السجون في مناطق الجنوب، وهو كان أغلبية من الفلاشة يكونون حراسا للسجن الذي فيه، كان بعضهم يتعامل بعنصرية عالية جدا من قمع وتجديد أكثر من اليهود الأبيض إنجاز تعبير. فكنا أنا يعني تعرف نتكلم لغتهم، بقول له أنت يعني متشدد أكثر من اليهود العادي، وأنت وأنت، والحقيقة كان يدق يبحث عن أي مشكلة. هذا الشخص يوم الأيام قرأت خبره في الانتحار، انتحر، وقرأت خبره في إحدى الصحف العبرية، وهذا كان جزء يعبر أنه حالة ردة الفعل العالية الذي عندهم. وهنا نريد أن نوضح أن هؤلاء لم يستطيعوا أن يثبتوا شيء بالمجتمع، بقيوا حرس في الحدود وجنود في الجيش الإسرائيلي، أصبحوا جزء من منظومة الخدمات الأولية التي لا يمكن أن يقوم بها إلا هؤلاء، جزء من مجتمعهم مغلق وفي مناطق فقيرة ومناطق استيطانية. لكن في نفس الوقت لو ما كان عند الاحتلال عنصرية تجاههم لقام بدمجهم يعني بصورة أو بأخرى. أصلا المجتمع الإسرائيلي بحكم تعامله هو يتعامل بعنصرية مطلقة، إلى أي مدى جزء منها رئيس ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض، وجزء منها ضد المنظومة الداخلية. اللون اللي حكى عنه عضو في المنظمة الصهيونية العالمية رئيس قسم العمليات موضوع اللون، نعم. أن هذا اللون لم يستطع أن يمر أمام أعين، لم يستطيع استيعابه يعني، نعم. وهذا جزء، لأن عندما نتكلم عن اليهودي بنظرهم هو الذي عيونه زرقاء وخضراء وجاي، وربما يتكلم بلكنة بها بعض اللغة الأوروبية وغيره، هذا الجزء من المأسسة لم يستطيع استيعابه. أنا أريد أن أضرب لك أمثلة. جزء من الاستيعاب الإسرائيلي، وهذا جزء من مما قرأناه وتعلمناه، أنه كان يضع الكتاب الرئيسي في تعلم اللغة العبرية. ففي دراسة لأحد الصحفيين الإسرائيليين يشرح فيها أنه كان كل من يأتي في فترة الأربعينات والخمسينات والستينات يدخلون معاهد تعليم اللغة، يبدأ يتكلم اللغة العبرية ويبدأ يتعلم العادات العبرية لأنه بعضهم لم يمارسها بالأصل، حتى أصبحوا بمرحلة التسعينات ونهاية التسعينات. وبعد ذلك ماذا أصبح يقول؟ قال هناك من يعيش في إسرائيل منذ 10 سنوات لا يتكلم اللغة العبرية ولا يقوم بطقوسها، وكان يقصد الأغلبية الروسية بحكم هذا. لماذا؟ أن بوتقة الانصهار داخل المجتمع الإسرائيلي ضعفت جدا، البعد الاجتماعي وإمكانية التواصل مع العالم زادت، فأصبحوا يطلعون على أمور أكثر. أيضا جانب مهم، وهذا مسألة يجب أن نأخذه بالاعتبار، أنه بين كل حدث انتفاضة يقوم به الشعب الفلسطيني أو حالة من الحروب يكون هناك شيء ردة بالمجتمع الإسرائيلي. مثال ما ضربه الدكتور، مثلا بعد عمليات القتل المتتالي من جنود الاحتلال في جنوب لبنان، خرجت حركة الأمهات فترة ما بعد الانتفاضة الأولى الثانية، وهي انتفاضة الأقصى، حركة خرجت الفقراء والمحتاجين. فأصبح المجتمع الإسرائيلي بعد كل حدث فلسطيني صحيح أنه ينظر إليك كمتماثل وقوي، وأنه لكن حقيقة هناك عنده إخفاقات في المجتمع. وهذا السؤال الذي يطرح نفسه لو سمحت لي. الآن الاحتلال بتفاخر أنه في عنده فسيفساء جميلة بين قوسين، لكن في الحقيقة هذا بيعكس مدى ضعف تماسك هذا التجمع، ولا أسميه المجتمع لأنه غير متجانس، ليس مجتمعا بالمعنى الاجتماعي. وعندما ننظر إليه صحيح أن هناك يهود من كل أصقاع العالم، لكن إلى أي مدى يشكل هذا نقطة ضعف عند الاحتلال وليس نقطة قوة؟ تمام، أنا سوف أضرب لك بفترة دراستنا في الجامعة عندما قرأنا أطروحة الدكتوراه لطالبة كانت تتكلم عن أن هذا المجتمع ليس منسجما وليس قطعة متماثلة، وأرادت أن تكون هذه الرسالة متكاملة لتطرح فيها أفكارها، وأنا من الذين قرأتها واطلعت على تفاصيلها. قالت أنه لابد أن عندما تدرس أي شعب أن ترى حجم الاشتراك والانخراط في العادات والتقاليد والنشأة والتاريخ وكذا، وقاست بين 3 محاور رئيسية.
المجتمع الإسرائيلي الاحتلالي وانسجامه أو عدم انسجامه، والمجتمع الفلسطيني الذي هو تحت الاحتلال بحكم أن هناك حالة من الاحتكاك المباشر. وضربت مثالا واضحا من شعوب العالم يقاس عليه، فكان الشعب الياباني والشعب بعض الشعوب التي تتحمل الألماني، وأضربت مثال أنها وضعت 5 مبادئ رئيسية لتقول عن مجتمعها الإسرائيلي ما هو، وخمسة مبادئ رئيسية تتكلم فيها عن الفلسطينيين، المجتمع الألماني الفلسطيني هكذا. وبناء عليه وضعت المقارنة النهائية بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي كمجتمع، فقالت وعباراتها كانت واضحة وشرحت فيها، قالت عندما تخرج شهادة لشهيد فلسطيني كم من الناس يسير به ولا يعرفون اسمه؟ وضربت مثالا عندهم من عندما يقتل ضابط أو جندي إسرائيلي أو يكون عملية ضد الجنود الاحتلال، كم عشرات يخرجون في جنازته والكل يكون من أقربائه أو أصدقائه أو بالجيش. وضربت مثال آخر وقالت نحن كمجتمع ندعي الديمقراطية والتحسن الاقتصادي. نعم. وضربت مثالا واضحا وأنا أختم به، قالت انظر إلى مزابلهم وانظر إلى مزابلنا. بالتهديف ماذا كانت تريد؟ كانت تتكلم عن كبار السن الذين يذهبون يوم الجمعة إلى مزابل ليأكلوا منها، وقالت أنا أنظر إلى المجتمع الفلسطيني ولا أرى هذه الظاهرة مع ضعف الوضع المادي والاحتلال أنهم متكافلون. فخلصت إلى الصورة العامة أن المجتمع الفلسطيني متكافل مع الوضع الاحتلالي الصعب عليه والوضع الاقتصادي، والمجتمع الإسرائيلي بالأصل غير منسجم، أولا لأنه متعدد من عدة جهات، من الأوروبيين ومن اليهود الشرقيين ومن الفلاش ومن الروس الذين هم لهم منظومتهم الخاصة داخل الفلات، حتى أحزابهم الخاصة ولغتهم الخاصة. وفي عام 2001 شارون عندما تكلم بالدعاية الانتخابية تكلم باللغة الروسية من أجل استقطابه، وكانت حادثة فارقة. الذي نختم به أن هذا المجتمع لم يستطع أن يجزم أو يضع وضع منظومة من القانون نتنياهو. صحيح، لماذا لا يستطيع تطبيقها وفرض هذا القانون على نتنياهو؟ في حديثه ردا على المظاهرات التي تكلم فيها قال نحن مع إعطاء الناس حقوقها لكن نحن دولة قانون، وبدأ يتكلم بهذه ولم يتكلم بأحقية المواطن بالتظاهر ضد منظومة الدولة، وهي منظومة مشروعة في العالم، نراها في فرنسا، رأينا سترات السفر، رأيناها في أوروبا، أوكرانيا اعتصموا في الثلج لساعات، وتكلم عن أنه سوف يستخدم القوة من أجل ردعهم، وبالأصل كان يتكلم عن معالجة المشكلة التي قامت عليها. فهي لأنهم هو نظرة بجانب أنه أظهر جزء من الضعف، وأنا حقيقة مع الدكتور صالح بعبارة أن لا نريد أن ننظر أن المجتمع الإسرائيلي سوف يسقط بسبب هذا الوضع، لكن نريد أن نقول أن هناك دملا ينفجر في المجتمع الإسرائيلي يصدق كلامنا بنظرتنا إلى هذه المنظومة الأمن والدولة، كيف يتعاملون بعنصرية حتى مع من يدعون أنهم جزء من المواطنة إنجاز تعبير وليسوا من اليهود، من يحملون الجنسية الإسرائيلية، من يحمل البندقية، من نوجد أن أغلب حرس الحدود من الدروز أو من الفلاشة من يبطشون بشعبنا، ولذلك هؤلاء يستخدموا، ولكن عندهم مشاكل في المجتمع الإسرائيلي. سوف يحاول المجتمع الإسرائيلي تحسين وضع الاقتصادي، إعطاء بعض التحفيزات، وهذا ما حدثه مع اليهود الشرقيين بفترة من فترات، حاولوا وضعهم في منظومة أننا نستوعبكم، لكن حقيقة المنظومة الأوروبية اليهودية التي هي بفلسطين تحت فلسطين تتعامل بعنصرية كاملة مع كل من هم سواها. دعني أتساءل وإياك أستاذ تيسير، يعني نحن الآن الشعب تحت الاحتلال لديه حركات مقاومة يقاوم على مدار الساعة، ويقاوم هذا الكيان بهذا التجانس الضعيف والتكاثف والتماسك الذي يبدو للعيان بأنه قوي وتغطي القوة العسكرية والأمنية الموجودة، لكنه في الحقيقة ليس مجتمعا متجانسا كما اتفقنا. كيف يمكن للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بكافة أطره وتنظيماته أن تستثمر هذا الضعف داخل الكيان في معركة مراكمة النقاط؟ نحن الآن في معركة متواصلة مع الاحتلال نراكم فيها النقاط، ولسنا نقول بأننا سنقضي على الاحتلال بالضربة القاضية، هذا غير ممكن. لذلك كيف يمكن فعلا أن نستثمر هذا الأمر وتعمل المقاومة؟ ربما تابعت في الأيام الأخيرة أن قائدا في كتاب القسام على سبيل المثال قال أن الحكومة الإسرائيلية لم تطالبنا مطلقا ولم تسألنا عن الجندي الإسرائيلي أو المستوطن الإسرائيلي من أصول إثيوبية الذي تم يعني نعم محتجز لدى المقاومة. أنا باعتقادي أن المقاومة الفلسطينية بالسنوات العشرين الأخيرة إنجاز التعبير منذ عام 2000 تطورت خطابها باللغة العبرية أكان، أو حتى ربما لأول مرة في تاريخ المقاومة أن قائد المقاومة في قطاع غزة وقائد المقاومة في الضفة الغربية يتكلمون اللغة العبرية وبعضهم يدرسها، فهذا أصبح له دورا إيجابيا.
الاهتمام بمعرفة تفاصيل المجتمع الإسرائيلي للتعامل مع شرائحه المختلفة هي جزء من المقاومة بحيثياتها المختلفة. يعني مثال أعطيك بعض الأناشيد التي أنشدتها المقاومة الفلسطينية وأنتجوها باللغة العبرية حقيقة أثرت في المجتمع الإسرائيلي لدرجة أنها أخذت أعلى نسبة مشاهدة. هذا جزء اللي دعنا نقوله من الحرب الإعلامية التي أنا بنظري هي تصب في صالح النقاط التي تكلمت عنها، لكن حقيقة بمجتمع الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات محاولة قمع وتشريد الشعب الفلسطيني استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تراكم الكثير من النقاط، أهمها أنه يوجد جيش مقاوم، وأنا أستخدم مصطلح جيش يستطيع أن يكون مثالا بالدفاع عن فلسطين. استطاع أن يكون المجتمع الفلسطيني بأغلبه أو بنسبة عالية منه ممن يتابعون الشأن الإسرائيلي ويعرفون بعض التفاصيل وخاصة المقاومة. استطاع أن يكون عندنا ممن درسوا في جامعاتهم ويعرفون تفاصيل المجتمع، هذا يساعد في فهم والتعاطي مع المجتمع. وأنا أعتقد أنه بعض النجاحات أن المجتمع الإسرائيلي كان يخاف على مجندي وبعض المعلومات التي بعد بحوزة بعض استطاعت المقاومة بعملية قرصنة أن تدخل إليهم وتخدعهم وتجلب المعلومات منهم، ورأينا بعض الفيديوهات التي احتقروها وخبوها وأخفوها واستطاعت المقاومة أن تستخرجها من جهاز كمبيوتر خاصة به. هي معادلة ضمن المعادلات، لكن حقيقة الذي يثبت على الأرض من قوة المقاومة وتراكمها لسنوات طويلة هو الذي يخافه الإسرائيلي. نعم، في هذه النقطة نحن الآن أمام احتلال يحاول أن يفتح خطوط كبيرة مع الشعوب العربية والإسلامية من خلال التطبيع والقول أن هذا هو النموذج الأمثل في منطقة الشرق الأوسط وأنه نموذج يقتدى به في الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدم التكنولوجي والعسكري، والدول العربية تتكالب للقيام بالتطبيع، ونتنياهو عنده تحدي في حياته هو التحدي الأكبر كيف يخترق الشعوب العربية ويطبع معها ولا يستطيع. كيف يمكن أن تؤثر هذه الأحداث التي تظهر الاحتلال بصورته الجلية على صورة الاحتلال أمام الشعوب العربية والإسلامية التي تكره منذ يعني قيامه حتى الآن؟ بنهاية كلامك أبدأ، وهو حقيقة أن شعوبنا العربية والإسلامية وحتى شعوب الأحرار في العالم مع فكرة أن الاحتلال يجب أن يزول. فكرة بعض الأنظمة وبعض الزعماء الذين يتسابقون من أجل الوقوف مع إسرائيل لخدمة مصالحهم والبقاء على عروشهم أعتقد مع الأيام سوف يسقط كما سقط غيرهم، لكن تحتاج منا صبر بهذا. ما الحقيقة التي ممكن أن نستفيد منها؟ أن نقول له انظر لمن يحمل مواطنة وهو من جنوده والذين يموتون على الجبهة يفعل فيهم هكذا. ما الحقيقة التي يجب أن نقولها؟ هي كل من طبع مع الاحتلال الإسرائيلي هل أصبح أفضل؟ كل ما من حاول أن يكون له علاقات دبلوماسية هل وضعه أصبح؟ ننظر إلى التاريخ، الجنيه المصري كم كان وكم أصبح، العلاقات الأردنية الإسرائيلية ومحاولة تطبيع الشعب الأردني هل صفى شيء؟ المصانع الإسرائيلية أغلقت التي كانت في الأردن ونقلت إلى الصين وإلى أوروبا من أجل الأماكن الأرخص. حقيقة نريد أن نقولها بكل صراحة، كل من حاول أن يستفيد من الاحتلال الإسرائيلي لم يستفيد، فهذه مثل العقرب تضع بيضها أو تضع فراخها من أجل أن تسحب دماء ولا تقدم. والتاريخ أثبت، قل لي لمن وقع اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي هل أصبح أفضل أم لا؟ قل لي من يريد أن يقوي علاقته أو يستخدم الاحتلال الإسرائيلي لضرب دولة أخرى، الاحتلال الإسرائيلي لا يقبل أن يقدم قربانا ولا قتلى ولا غيره من أجل أن يحافظ عليه، سوف تدفع الأثمان ثم يبقى الاحتلال الإسرائيلي يتكلم عن تميزه في المنطقة كمنظومة ديمقراطية، وكلنا نعرف أنه شرعانية وجوده نحن نناقش أنها غير صحيح بكم أنهم أخذوا أرضنا ودماؤنا وشهداؤنا تثبت أن هذا الدولة إجرامية. أعتقد أن العالم والشعوب سوف تكون بالنهاية نصيرة للقضية الفلسطينية إن شاء الله. أشكرك أستاذ تيسير، ولننتقل بالمشاهدين الكرام إلى فقرة أخرى في هذه الحلقة وهي زهرة المدائن، فلسطين المحتلة والقدس المباركة المقدسة والمسجد الأقصى وما يتعرض له في هذه الآونة. في زهرة المدائن سنتعرف وإياكم على أثار الحضارة العثمانية التي عاشت لسنوات طويلة في القدس وفي فلسطين وفي بلاد الشام بصفة عامة، نتعرف عليها أيضا في مدينة القدس من خلال هذه الحلقة.
دخل السلطان سليم الأول القدس في عام 1517، واستمرت هذه الدولة العثمانية والسلطنة العثمانية حتى عام 1917، وهذا يعني أنها استمرت 400 عام، وهي مدة طويلة بين الدول التي استقرت في فلسطين وفي مدينة القدس. لذلك فقد كانت الدولة العثمانية تعتبر من أطول الحضارات التي مكثت في مدينة القدس. الأثر الأبرز والأوضح للعثمانيين في مدينة القدس هو إعادة بناء السور. فعندما دخل العثمانيون إلى المدينة كان السور شبه مهدم، ويعني أماكن محددة كان فيها بقايا من الأسوار القديمة، فعادوا بناء السور في زمن السلطان سليمان القانوني، وما زال السور شامخاً وباقياً إلى يومنا هذا، يشهد على عظمة العثمانيين واهتمامهم بمدينة القدس. نذكر أنهم قاموا بإعطاء اللون الأزرق لقبة الصخرة، فهذا القشاني الأزرق الموجود على قبة الصخرة هذا عثماني بامتياز، فقبل ذلك كانت القبة محاطة بألوان الفسيفساء من الأخضر والأصفر، ولكن العثمانيين أعطوها هذا اللون البراق الأزرق بعد أن تهاوت الفسيفساء القديمة. أيضا كان من مآثر العثمانيين الجميلة في المدينة هي الأسبلة، فكما نعلم مدينة القدس تنقصها الموارد المائية، فلا أنهار بقربها ولا ينابيع كثيرة، لذلك اهتم العثمانيون ببناء الأسبلة. فهذا السبيل الذي خلفنا أحد الأسبلة العثمانية الستة التي بنيت في مدينة القدس، خمسة داخل البلدة القديمة وواحد خارجها، هذه بنيت في عهد السلطان سليمان القانوني. نعم، هذا السبيل السليماني كما نشاهد في النقش، هذا النقش المرمري الذي يذكر بأن السلطان سليمان الملك الأعظم والخاقان المكرم مالك رقاب الأمم سلطان الروم والعرب والعجم قام بإنشاء هذا السبيل، وكما يذكر في آخر النقش في سنة في شهور 43 و900 للهجرة طبعا. كما نشاهد من تصميم السبيل فهو احتوى في الأعلى على المقرنصات والتي تشبه المحاريب، وهي من النمط الذي اشتهر في فترة المملوكية والعثمانية. أيضا احتوى على الأعمدة كما نشاهد هذه الأعمدة الرشيقة التي تميزت في المحاريب العثمانية والتيجان أيضا الرشيقة، إضافة إلى الزخارف الموجودة في الأعلى والتي نشاهد الكثير منها على سور مدينة القدس. فإذا كان السبيل عبارة عن توليفة وعبارة عن دمج بين معالم معمارية جميلة ومتنوعة تشهد للسلطان وللدولة العثمانية بذوقها الرفيع في بناء هذه السبل التي خدمت الناس وأعطتهم الماء برونق وبصبغة فنية جميلة. والآن ننتقل بكم إلى ذاكرة فلسطين لنستطلع من هذه الذاكرة ذكرى اقتحام المسجد الأقصى المبارك عام 82 و900 ألف، وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة مع الأسف الشديد التي يقتحم فيها الكيان الغاصب ومستوطني وجنوده هذا المكان المبارك، فالمتابعة. تتوقف اعتداءات الإسرائيليين على المسجد الأقصى، وهدفوا إلى إعادة بناء هيكل سليمان الذي زعموا أنه مكان المسجد الأقصى. اقتحام المسجد الأقصى عام 1982
شهد عام 1982 العديد من محاولات اقتحام المسجد الأقصى، حتى أنها وصلت إلى 5 مرات خلال شهر واحد فقط. كانت أخطر هذه الاعتداءات في 11 من إبريل، حين اقتحم جندي إسرائيلي يدعى آلان جودمان المسجد الأقصى عبر بوابة الغوانم، وأطلق النار على الحراس ثم أسرع إلى مسجد الصخرة، وأطلق النار الكثيف عشوائياً على المصلين، فاستشهد 2 وجرح 60 من المصلين والحراس. شارك بعض الجنود الإسرائيليين المتمركزين على أسطح المنازل في إطلاق النار على المسجد، فأخذ المؤذنون يستغيثون ويطلبون العون من الأهالي عبر مكبرات الصوت، فتدافع الآلاف لنجدة المسجد المبارك، إلا أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا عليهم النار بقوة فأصابوا 100 شخص، ثم أغلقوا أبواب البلدة القديمة لمنع الأهالي من التدفق تجاه المسجد، وفرقوا الأهالي المجتمعة بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي. حين قبض على جودمان ادعت السلطات الإسرائيلية أنه مختل عقليا، كما فعلت مع الإرهابيين من قبله، فأفلت من العقاب. وفي 20 إبريل من عام 1982 تقدمت الدول العربية إلى مجلس الأمن بمشروع قرار عربي يدين إسرائيل لتعديها على حرمة المسجد الأقصى، وقد استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع هذا القرار، وما زال المسجد الأقصى يتعرض للعديد من الانتهاكات من جماعات يهودية متطرفة، فضلاً عن التضييقات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء السموم، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. إذن أعزائنا المشاهدين، ناقشنا في هذه الحلقة موضوعا مهما يعكس عنصرية الاحتلال الصهيوني والتمييز ضد بعض فئات ما يسمى بالمجتمع الإسرائيلي، وهم يهود الفلاشة ذوي اللون الأسود، وهم الذين يعانون معاناة كبيرة بسبب هذا التمييز والعنصرية وعدم تقبل الحكومة الإسرائيلية وكذلك الشعب الإسرائيلي لهم وعدم دمجهم في هذا التجمع الاستيطاني الإحلالي. هذا يعكس أن هذا الكيان الضعيف ليست لديه المقدرة بالفعل على إخفاء ما يمكن أن يحدث فيه من صراعات ويعني شروخ كبيرة داخل هذا التجمع، بفعل أن هؤلاء الذين جاءوا المغتصبين الذين جاءوا إلى فلسطين هم في الحقيقة جاءوا في مشروع إحلالي اغتصابي، أخرجوا الشعب الفلسطيني من أرضه وأحلوا شعبا آخر، وبالتالي هم يحاولون من خلال ذلك أن يستمروا في وجودهم في هذه الأرض المباركة، لكن الشعب الفلسطيني سيطردهم وسيكشف وجههم الحقيقي لكل العالم. هذا الوجه الذي بدأ ينكشف رغم كل الماكينة الإعلامية الكبيرة التي على سبيل المثال كانت تقول بأن الجيش الصهيوني جيش لا يقهر، المقاومة الفلسطينية أثبتت أنه جيش يقهر عندما واجهت الجنود الصهاينة وواجهت المركبة والدبابات والطائرات بطائرات مسيرة فلسطينية تخرج من قطاع غزة وواجهتها بالأنفاق من تحت الأرض، وبالتالي نحن أمام شعب فلسطيني عظيم في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الشتات الفلسطيني في كل مكان من العالم. هذا الشعب بوصلته القدس وعيونه على المسجد الأقصى المبارك من خلفه الشعوب العربية والإسلامية العظيمة التي قاتلت قبل ذلك وحاولت أن تحمي فلسطين من الاحتلال عام 48، ولكن الخيانة العربية بل الخيانات العربية كانت سببا في حدوث هذه النكسة الكبرى والنكبة الكبرى التي نعاني منها حتى الآن. شكرا لكم لحسن المتابعة دائما في حلقات برنامج من فلسطين، وشكرا لضيفي في الأستوديو الأستاذ تيسير وضيفي من غزة الدكتور صالح النعامي، شكرا لفريق العمل الذي يكون معنا دائما بهذا الشكل الجميل والمتميز. إلى لقاء في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله.